بسم الله، احنا النهارده هنتكلم ان شاء الله على السناب في برنامج البلندر. السناب عشان اشغله اقعد فيه، بلاقي هنا علامة المغناطيس كده مطفي كده شغال معايا. لما باجي هنا بلاقي اول حاجة عندي انكريمنت اللي هي خطوط الجريد. طب خطوط الجريد ديت لو عايز اعدل فيها، يعني انا مش عاجبني ديت عايز ازودها، عايز اكبر المسافة بينهم، باجي على علامة الزائد اللي هنا وادوس، بلاقي عندي في الديسبلاي الجريد فلور. هل انت عايزها ولا مش عايزها؟ عايزها الاكس مع الزد ولا عايزها الزد مع الواي؟ عايز انهي جريدات اللي تبقى موجودة، وعايز كام لاين، الخطوط دي كام واحدة، والسكيل بينهم كام؟ يعني ممكن اخليها مثلا السكيل 2، فبدأ في اللاينز مثلا لو انا خليت 15 اللي هيحصل تلاقيهم صغر خالص. طيب خليهم 30 مثلا، تمام. طيب انا دلوقتي هبدأ احرك الشكل دوت، بتلاقيه بيقف مع كل جريد، تمام، عكس لما اطفي الجريد. لما اطفي الجريد واتحرك هتلاقي الحركة ملهاش دعوة بالجريد خالص، تمام. زي ما احنا عارفين النقطة دي هي دي النقطة اللي الجريد بيقف عندها، هو ده الشكل الأساسي بالنسبة له، تمام. ولو عايز أعدل فيها، احنا شوفنا ازاي نعدل فيها من أوبجكت ترانسفورم، ببدأ اقول له اوريجن تو جيومتري وسطا النقطة في المركز، او اوريجن تو 3 دي كورسر اللي هي لو انا دوست كليك شمال في النقطة دي خلاص تبقى هي دي النقطة اللي هيبدأ يتحرك منها. اضغط على النقطة ديت واقول له سيل اوبجكت ترانسفورم اوريجن تو 3 دي كورسر، خلاص تبقى هي دي النقطة اللي هتحرك منها. فلما اجي اقول له هنا شغال الجريد وابدأ احرك الشكل، الاقيه بيقف مع الجريد، تمام. طيب انا مش عايز بقى موضوع الجريد دلوقتي، طب انا عايز ايه؟ عايز العناصر مع بعض، فاقول له فيرتكس. فيرتكس يعني نقط، فاجي هنا الاقي ان هو بدأ يعمل تجاذب مع النقط بتاعة الشكل، تمام. ممكن اقول له انا مش عايز النقط، انا عايز الايدج الحواف، فدلوقتي هيبدأ يعمل تجاذب مع الحواف مش مع النقط، تمام. ونفس الموضوع الفيس اللي هي الواجهة او الفوليوم بالشكل نفسه.